بكم، مرحبا بكم مع وصفات ام وليد. اليوم جيت نطلع لكم وصفه خفيفه اللي هي كيكات فرديين بكلاصات شوكولا. اكيد راح يحبوهم بزاف دراري. اذا مش راح نحتاجوا في الوصفه كما نشوفوا مقادير بسيطه، راح نحتاجوا زوج بيضات كاملين، نحتاج معاهم نص كاس تاع السكر عادي سكر حبيبات، نحتاج معاهم نص كاس نتاع الحليب، رايحه نحتاج معاهم نص كاس نتاع الزيت. ها هو الزيت معنا، اذا نوجدوا كامل المقادير اللي نحتاجوها. هنا عندي مغرفه صغيره معمره مليح نتاع لافاني، مع كيس تاع خميره الحلوه اللي وزن تاعها 10 غرام. تقدري ديري زوج مغارف يكونوا صغار، يعني راح تجيك 10 غرام. ونحتاج معاهم الفارينه. نبداو بطريقه التحضير ونعاود لكم المقادير. نبدا بالبيض هو الاول، اذا ندير زوج بيضات، دائما البيض ندير معه لافاني اللي هي مغرفه صغيره معمره مليح نتاع لافاني. راح نحتاج نفوي باش نخلط، وندير معاهم نص كاس نتاع السكر. نخلط هذاك البيض والسكر ولافاني، ندلهم قريصة تاع الملح فقط هكذا باش نعدلوا الطعم. ما نكتروش، يعني ربع مغرفة صغيرة فقط نتاع الملح. بعد مور البيض والسكر انا نحب ندير الحليب. علاش؟ هذاك الحليب راح يعاونني باش هذاك السكر يذوب. اذا نخلط هذاك الحليب مع البيض والسكر، نزيد عليهم نص كاس نتاع الزيت، اذا نعمر نص كاس. ندير هذاك النص كاس. بالنسبه للمواد الجافه واش نحتاج؟ نحتاجو كاس تاع الفارينه. طبيعه الحال دائما المواد الجافه نغربلوهم. اذا نجيب الفارينه، الزيت خلاص ما راح نحتاجها، رايحه نحيها. اذا نعمر كاس فارينة. نفس الكاس اللي قسنا به كامل المقادير ندير كاس نتاع فارينة. كاين الناس بزاف يحبوا يعني مقادير تكون مضبوطة، اذا لهاد المقادير اللي درتها نحتاجو كاس واحد تاع الفارينه هكذا. اذا ندير معاها هذاك الكاس تاع الفارينه، ندير معاها كيس تاع خميره الحلوه ونغربل كل شيء. نخلط غير تشوفي هذيك الفارينه يعني ما ولاش تبان الخليط ولا ليس، نحبسو التخلاط هكا. هذا هو القوام تاع الخليط تاعنا. اذا دوك واش ندير؟ راح نحتاج حبيبات شوكولا. اللي رايحه ندير زوج مغارف كبار، خلي نستعمل اون سباتول خير. وندير زوج مغارف كبار،
ما عندكش حبة شوكولا حكمي اي شوكولا تكون عندك، قطعيها قطع صغيرة وديريها. اذا نخلطهم مع بعض هكذا. بعد راح نجيب هذه الحلوه، فاش راح نطيبها؟ راح نطيبها في ليمون الفرديين، درها هما معنا اللي كنت دهنتهم بالزبده هكذا باش نضمن انه الحلوه تاعي ما تلصقليش. راح نحتاج لهنا هكذا اون بوش باش تجيني الخدمه سهله. نعمر هذا الخليط تاعنا في لابوش يعني باش فكين في الرخه يعني ما تغبنيش، ونخدم نقطع شويه من تحت. اذا ونعمر هكذا يعني ثلث ارباع، كي تطيب وتتعمر راح تجينا هذيك هي كي تطيب وتخمر بهذه الطريقه. اذا نكمل نعمر كامل الليمون اللي عندي وندخل من الفرن على 180 درجه اللي كنت سخنته من قبل. من الاحسن تشعلو غير من تحت. نطيب الحلوه تاعي نديمو ليها نخليها تبرد ونعاود نرجع لكم باش نكملوا التتمه ونزينوا الحلوه تاعنا تاع نهار اليوم. بعد ما طابت الحلوه تاعنا يا يعني معنا بعد ما نحيتها من الفوق، شوف كيفاش طابت وتحسيهم انهم يعني خفاف. بعد واش ندير؟ راح نجيب شوكولا، نهار اليوم حبيت نغلاصيهم. اليوم راح نستعمل انا شوكولا بالحليب، اذا راح نستعمل هذه. راح ندير الكميه اللي تكفيني باش نغلاصي هذه الحلوه. اذا نحكم كميه دائما الشوكولا قطعيها قطع صغيره يعني كقاعده هكذا باش ما تتحرقناش. من بعد ما هكذا قطعتها قطع صغيره راح نديرها في حمام مائي الدوب هكذا باش ما تتحرقش. النار لازم تكون قليله. نزيد نقطع شويه نجيب مغرفة ونبقى نخلط فيها هكذا فوق هذاك الماء وهي تذوب حتى تذوب لنا كامل. هنا راهي بدات تذوب لي الشوكولا. هنا واش ندلها؟ ندلها حوالي مغرفة كبيرة نتاع الزيت. ونزيد نخلطها مليح حتى تندمج مليح هذيك الشوكولا مع الزيت. هنا نطفي النار لانه الشوكولا راهي ذابت. نجيب على واش نحط الكسرونة هكذا يعني نرفدها هي بالحمام مائي
نجيب فرشيطه نحكم هذوك الحبات تاع الحلوه ونغلاصيهم هكذا. حنا ماذا بينا تكون كوش رقيقه تاع الشوكولا، ما تكونش خشينه. ها هي معنا اذا نكمل نزيد هذه الحبه الثانيه انا اليوم خيرت تزينهم بهاد الحبيبات نتاع الشوكولا هكذا، يعني يبان الشكل تاعهم قريب كما لي دوناتس. اذا نكمل نكلاصي كامل الحلوه اللي عندي ونخليها تنشف ونشوفوها واجده معنا. الوصفه تاع النهار اليوم معايا معنا واجده كيف رانا نشوفوا، البسكوي في الوسط يجي طري، كلاصاص الشوكولا يجينا خفيف. جربيها اكيد راح تنال اعجابكم خاصه الاولاد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.